اللي عارف السميه ديالو يكتبوا لي في التعليق، ما عارف ديالاش القلات ما بغاهم حد. مرحبا بكم في فيديو جديد في مكان جديد في اعماق جبال سوس. هذا الفيديو يا اخوان الفيديو الثاني ديال هذه القريه المهجوره اللي كتواجد في اعماق الجبال ديال سوس. ها انتم ها المدخل ديال القريه، ها المخازن اللي شاركت معكم كما كتشاهدوهم من الفوق في الفيديو الاول. انا الفيديو ديال المخازن فيه فيديو الاول والثاني حيت شي حاجه هو انا الاخوان في هذه المخازن هادو. دابا غنتوغل في هاد القريه باكمالها. ها انتم كما كتشاهدوا مورايا هادوك ديال الدرس 1 2 3 4 5 6 7 8 ملي كانوا الناس كيدرسوا قديم الزمان في هاد اعماق الجبال. وهذا المكان ما فيهش طريق، فيه الطريق ديال رجلينا الاخوان. قديم الزمان كانت الحياه في هذا المكان هذا. دابا غنبدا من هذا المكان كما كتشاهدوا. لا طائر يطير ولا سير يسير الاخوان. شوفوا تبارك الله الخوت على الجبال، شوفوا على البودره. بسم الله الرحمن الرحيم، ندخل هذا المكان هذا. يا ربي تحفني من الفاعي. بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم. ها واحد القلة في هذه القرية كما كتشاهدوها، ها اللي كيقول لي القلات، ها اللي كيقول لي القلات، ها انت ها القلات ما بغاهم حد في هذه القرية مهجورة. ها هما غير رابع عليهم هذا المكان، شفتوه ها انتم. ها هذا ما عرف ديالاش الاخوان، كنشارك معكم الاخوان شي حاجة نادرة، هذا ما عرف ديالاش. الاخوان اللي عرفها يخليه لي في التعليق. سير كنتلف مع الحرارة اللي كاينة في هذا المكان، والله إذا كانت الخوت اللي عارف هذا يخليه لي في التعاليق، يقول لي السميه ديالو في التعاليق. ها هو هذا، ها هو شفتوه، اللي عارف السميه ديالو يكتبوا لي في التعليق. ما عارف ديالاش القلات ما بغاهم حد، والله ما بغاهم حد. هذاك اللي قال لي تكايت على القلات، اجي لهذا المكان نعطيك 100 قله، وديك الامطي واحد المخازين وغيري 40 قله نعطيها لك، غير اللي كاين فين دير. ها انتم الاخوان ها المخازين مورايا، شفتوهم ها هما المخازين. شوفوا على التضاريس، شوفوا على الجبال، الرياح في هذا المكان. ها انتم شوفوا على الجبل تا هو قداش، شفتوه ها نزلت هذه الجبل. غنكتشف هذه الدار الثانيه اش فيها، واحد راه كاين واحد الدار الاخوان حدا الواد باقا صحيحه كما بناوها ماليها. وهاد القريه هادي هجروها ماليها بسبب الطريق، بسبب الطريق الاخوان هجروها حيت كاينه ساعتين ديال الرجلين اللهم بارك. وهذا المكان شبه صحراوي، الا ما عندك السفن راه غتجي النهار الاول النهار الثاني ما غتجيش، واخا تكون انت كاع ولد المنطقه ساكن في هذا المكان غتسح في هذا المكان هذا. هاد الشيء علاش سمحوا فيه مالي، تبارك الله ناس ديال زمان تكون هز ليهم هاد البودرات هادو، سبحان الله العظيم الله يعطيهم الصحه، راه كانوا صحاح. ها واحد الشهر شوف شوف على شهر كي داير، راه واحد البيوت هادو حتى هما واقيلا مخازين السفنى. حتى هي بيت مهجورة. ها واحد النفق الاخوان، شوفوا النفق قداش، هذا النفق ولا مغارة ديال هاد الدوار. واقيلا الناس قديم الزمان ديال هاد الدوار كانوا كيتجمعوا في هاد المكان حيت هاد المكان بارد، اما على برا نموت لك حال الاخوان. هانتوما شفتوه ها هو الغار، غنحاول نخرج باش ما نتعطلش. شوفوا شحال ديال البودات، هادي ديال اركان ولا ديال النخل، واقيلا 100% ديال النخل حيت النخل هو اللي قريب لهاد الاماكن. انا ما نظنش بان العواد ديال الاركان. ها الواد الاخوان، الواد الاخوان ناش شفتوا الواد، راه الجامع، راه هو الجامع القديم ديال الدوار، راه هو حدا الواد. ها واحد البيوت ها هما كما كتشاهدوهم، ها واحد الدرب، الدرب اش من درب.
ها واحد الباب. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. ها الإخوان اش كيقول لي اخويا؟ القنبة ديال شتوها؟ القنبة ديال الدوم قراء. ها هي القنبة ديال الدوم شتوها؟ ها هي شكون بغاها؟ اش غيديروا بها؟ طوب باش يديوها واحد البيت الإخوان. ها انتم ها هذاك باش كيعمروا الماء. يا ربي السلام الله ينجينا غير من لحناش. أعوذ بكلمة الله التامات من شر ما خلق. هانتوما ها هاد المكان وقيلا 100% العزيب. شوفوا هاد الناس هذاك باش كيعمروا الماء. ها هو باش كيعمروا الماء شفتوه؟ ها واحد ها جوج ها ثلاثة ها أربعة. شكون بغاهم؟ أعوذ بكلمة الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمة الله التامات من شر ما خلق. هانتوما ها شوفوا معايا صاحبي شوف عيشوا معايا الإخوان الأجواء ديال هاد البيوت المهجورة. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا عاطيني شربت معكم. ها هما ها شفتوهم؟ ها هما ها هما. أعوذ بكلمة الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمة الله التامات من شر ما خلق. ها انتم ها يا ربي السلامة. إلا وقعت لك شي حاجة هنا ما كاينش لي سيق لك الخبر غتموت. هادو هما القرى المهجورة ديال بصح. خليونا من داكشي ديال القرى اللي كاينين في المدن. هادو الدروج هادو الدروج ها شفتوهم الإخوان؟ بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بكلمة الله التامات من شر ما خلق. ها واحد الباب هاد المكان اللي جيت ليه ديك المرة ما دخلتش ليه. بسم الله أعوذ بكلمة الله التامات من شر ما خلق. ها انتوما ها البلات ها ها البلا وحدة ها جوج ها جوج بلات. شفتوها؟ شفتو البلات؟ شفتو هاد المكان كيداير؟ يا ربي السلامة. ها انتوما ها شوفو هاد البلات الأخرى قداش. شوفو شوفو قداش كبيرة. شوفو شوفو تبارك الله كبيرة. شوفو هادي تا هي واحد الهجرة ديال التيمومة. يا واحد التيمومة شفتو قداش؟ ها السطح الإخوان هذا السطح. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله هذا السطح هو شفتوه؟ دار كبيرة الإخوان ما غاتساليهاش وكبيرة قداش. ولكن دابا اش غندير؟ غنقز باش نربح الوقت. هادشي كلو راه الإخوان الناس سمحوا في الكلات سمحوا في كلشي. اش غيديروا هادشي؟ يجي يقلب على الكلات ضربوا شي دفعه. الله الله يحفظ. هنا بقى الله يسهل. هنا بقى هاد المكان الى ضربات ولا حاول شي حاجه. ها انتم هادوك ديال النخلة شي حد جمعوا وحطهم في هاد المكان. هذا هما باش يصور لي البيت المهجور اللي حدا الواد. ها الباب القديم الباب ديال النخلة. ها هو القفل شفتوه؟ ها انتم الاخوان هاد المكان دابا يكون فيه شي حنش ولا شي لفحه والله ما تشوفها حتى تعطيك الراق. يلاه وفريها انت وقول له قول لا تغنيك ولا قول له قول لا تعتقك. ها انتم راه واحد البيت هادي خويا شفتوها؟ هذيك ديال الضاله باقا صحيحه. كيفاش بناوها الله اعلم وكيفاش جابوا الماتريال هذا المكان الله اعلم. طريق كلها على رجلين. ها المكان الدارس هذا ديال الدارس ديال زمان ديال زمان ملي كانوا كيحل ملي كانوا كيدرسوا بالحمير. حاشاكم شوف شوف هذا المكان. هذا هادي كاين عند العطاره كما كتشاهدوها. ها هي ها هي هادي كاين عند العطاره كيبخروا بها الناس وكيبخروا بها البهايم قادين الزمان. ها هي شفتوها؟ ها هي ها هادي راه كاين عند العطاره الخبز. الحرارة الحرارة الإخوان الحال سخون. يا ربي تبرد السم. الله يبرد السم يا ربي تبردو. اللوز حتى هو مريض في هذا المكان. هذا شفتوه كيطلق الماء؟ ها هو كيطلق الماء الإخوان. يا ربي السلامة يا ربي السلامة. إلا كاين شي حد غير خوي خوي إلا كاين شي حد
انا ما غاديه ما والو، انا جاي نصور فيديو وغنمشي بحالتي. ها هي الاخوان شفتوها، ها هي شحال مرعبه، الشعر ديالي تشوك. ها هي، ها اعوذ بكلمه الله التامه من شر ما خلق، اعوذ بكلمه الله التامه من شر ما خلق. ها هي ندخل ليها. ها انتم الاخوان، شي حد واقيلا كان في هذا المكان هذا وعمرها ثاني ولا ما عرفش عمرها واحد البيت. ها هي بسم الله شتوها، ها واحد البيت بحال هذا انتم دار كبيرة الإخوان، دار كبيرة بزاف. غنحاول نفصل الكاميرا، هانتوما ها، شوفوا الإخوان هادي بيت، هادي طوايط حشاكم، هادي بيت، ها هادي الضوايا ها هي كيما كتشاهدوها الفوق، هادي بيت ها هي، هادي الفخر، الله يتمنى الواد، الله يدير صحيحة، الدار صحيحة الإخوان. هادو اللي بناوها الله يعطيها الله يعطيه الصحة، البنت الشاب، جمعية توريرت، جمعية توريرت، ها هي شفتوها، واش وقداش الإخوان، ولكن مرعبة، عند الباب اللور، وقيل هذا الإخوان، بحال قلتي، داك فاش كيدورو، السور، السور ديالها واحد الحديد، هذاك فاش كيسدو على الغنيمة. باين هذاك سميتو الكوري هانتوما هيا شوفوا 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 الخوت شوفوا الشرجم واحد جوج ثلاثة أربعة الشرجم كنسمع شي حاجة أعوذ بكلمة الله التامات من شر ما خلق أنا جاي غير نصور فيديو وغنمشي بحالتي ها واحد الباب شفتوا الإخوان أنا جاي نصور فيديو وغنمشي بحالتي راه ما غنأذي حتى واحد ها واحد البيت ها هي هذا باركو شفتوا باركو الإخوان كبير دابا الاخوان غنخرج في هذا الباركو وغنخرج لهاد الجهه ها واحد البيدون ما عرفت ديالك هذا واقيلا ديال المازوط قديم الزمن ولا ليسونس هذا صالون الاخوان هذا صالون شفتو الاخوان الصالون قداش الصالون كبير هذا كله قبل ما شفتوه يا ربي السلامة عرفتي هذا البير هذا شفتوه حسب أن الله غافل عما يعمل الظالمون فعلا الحمد لله الشكر لله كان سمع شي صوت أعوذ بكلمة الله التامات من شر ما خلق ها واحد الباب اللي مشيتو الإخوان يا ربي السلامة كان سمع شي صوت أنا جاي غير نصور فيديو ما غنأذي حتى ما غنأذي ما والو إلا كان شي حد راه ما غنأذي ما والو هانتوما ها واحد البيت اللي فيه مزيان شفتوه ها الشرجم راه كبيرة الخوت غادي نتا هي طوايط خشاكم نسد دابا الباب ما عرفتش ليه حضرو كيطلعو للسطح ها الاخوان كيطلعو في السطح ها هو السطح شفتوه هانتوما هذا هو السطح تبارك الله دار كبيرة الإخوان كبيرة كبيرة بزاف شفتوها شوفوا قداش الخوت شوفوا هذا الباركو الباركو اللي كيطل هذا المكان هذا هو واحد البيت أخرى شفتوها ها هي قدامي ها واحدة أخرى ها واحدة أخرى ها الجبل ها الجبل ها الجبل الناس ديال زمان ما شاء الله يلا مر شي حد كيفاش كيديروا ليه الله اعلم باش كينقلوه ديك الساعه للسبيطار سبحان الله العظيم هاد الضوايا ها هي كما كتشاهدوها غنقز للجهه الثانيه بلا ما نمشي حتى للباب وندور غندخل لهاد البيت هادي نشوف واش فيها صافي بسم الله أعوذ بكلمة الله التامات من شر ما خلق أعوذ بكلمة الله التامات من شر ما خلق هذا الإخوان الكوري باقي فيه الريحة ديال المعز شي حد حفر هذا المكان هذا شفتوه ها هو الإخوان شي حد حفر هذا المكان ناري شحال باردة
سبحان الله العظيم هاد التراب والحجر باردين، الديور ديال التراب والحجر كيكونوا باردين. هاد المكان حتى هو حفروه، واش كيقلبوا على كنز ولا الله اعلم. بسم الله اعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. هاد المكان باين، غندخل لهاد المكان بسم الله. هاد المكان حتى هو حفر الاخوان، شفتوه؟ ها هو، شوف انا نقرب الكاميرا الاخوان باش يبان لكم. شوفوا شوفوا هاد المكان محفور. اعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحى، شوفوا الاخوان الرحى، الرحى قديمة هادي، واقيلا مصوبة في الحجر، مصوبة في الحجر، ثقيلة ثقيلة. ها واحد السلم، هذا الباب، غنطلع للسطح. هذه البيت هي شتوها، هذه البيت الاخرى، هذه رمز غنشرهم. ها هو هذه اكتشفتها، لا غنمشي للجهه الثانيه ولا الثالثه، ما كنعقلش والله ما كنحسب. هذه حتى هي راه شفتوها وباقا صحيحه الاخوان. شوفوا تبارك الله البودره، شوفوا الحوضه كي دايرين، صح الاخوان صح. غنمشي دابا البيت الرابعه ولا الخامسه، والله ما عقلت شحال بديك تعقل. ها هي الخوت، ها هي البيت الثالثة ولا الرابعة ولا الخامسة، والله ما عقلت. واحد البوليزة هنايا الفخر الشمع، شوفوا هذيك واقيلا ديال القنديل قديم الزمن اللي كيهضروا بها. واحد البيت هذي صغيرة، هذي هذا واقيلا كيدير الدرجة تحتانية الإخوان. محدود، انا غبطت الدرج ليها ليها، انا جاي نغامر باش نشارك معكم هذا المكان. اعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، اعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. ها واحد الصالون الاخوان، شفتوا الصالون الاخوان قداش؟ هذا صالون واقيلا صالون بار. ها البوليزه عاوتاني، هاد البوليزه تختلف هذا المكان. هذا تحت الدرج، هذا تحت الدرج، شفتوا الاخوان باش صوبوا هذا؟ غنحاول نقرب الكاميرا، شفتوه؟ هذا كامل ديال النخل، ها هو. بسم الله الرحمن الرحيم، واحد القرعة، هاد القرعة فين غتلقى ديال أيام الزمان، والله الاخوان هاد القرعة ديال شويبس ديال أيام زمان، فين غتلقى هاد القرعة هادي؟ بسم الله الرحمن الرحيم، شوف هاد المكان شحال مرعب. شحال مخيف، حاش يكون باقي البزق ديال الحمير في هذا المكان. هذا هو، واش الروحال كيدخلوا لهذا المكان ولا شكون الله اعلم. تخيلوا دابا الاخوان شي حد تخبى هنا، والله ما تشوفو تيخرج لك بحال شي جني. ربي السلامه، بسم الله الرحمن الرحيم. دابا غنغادر هذا البيت، هادي غنزد الباب ديالها، ها هو الباب، ها هو شفتو؟ ها واحد اللويزه مسكينه ولكن مريض، طلق هذا الماء. ها هي الاخوان على برا، شفتوها؟ بسم الله. ها الباب اللي شاركت معكم قبيله، ها هو، ها هذيك ديال اللمبة، شفتوا هذيك ديال اللمبة؟ ها هي ديال اللمبة، اللمبة ديال الكربون، ها هو الباب، ها شفتوا الباب الخوت؟ ها هو الباب. غندخل لهذا المكان اللي ما اكتشفتش. بسم الله الرحمن الرحيم. ها واحد البوليزة أخرى هادي، هاد المكان ما اكتشفتوش، تحت ديال الدار اللي فيها الضلع هي هادي. هاد المكان، هاد المكان الكوري، هذا الكوري. المهم الاخوان، هادي هي النهاية ديال هاد الفيديو. ما تنساوش تدعمونا بالاشتراك في القناة وتتناونا في فيديو جديد في مكان جديد ان شاء الله، واللايكات الاخوان، طلبي منكم الاخوان لايكات. واحد الفلوس كون جابها الله اعلم. لايك يا اخوان والتعاليق، وان شاء الله باذن الله القادم ديما افضل. انا كنضرب تماره ونتقاتل باش نشارك معكم هاد الاماكن المخفيه حيت فيهم ما يتشاف.
مازال غنطلع للفوق وغنضرب الجبل في الجبل في الجبل في الجبل في الجبل، خمسة الجبولة عاد نوصل لواحد الدوار عاد نمشي الطريق.